وانا هنا يمكن عايز اقول لكم ان يمكن النهارده الحديث عن الامن القومي والحفاظ عليه، وده بيتردد دلوقتي بشكل كبير، وده الحقيقه ده دور اصيل ورئيسي للقوات المسلحه، وهو حمايه الحدود المصريه وتامين الامن القومي المصري ومصالح مصر. وهنا لازم اسجل واكد ان مصر ابدا عبر تاريخها القديم والحديث ما كانتش ابدا بتتجاوز حدودها، يعني كان دايما كل اهدافها ان هي تحافظ على ارضها وترابها دون ان تمس. وهنا برضو مهم قوي ان انا اقول ان ده معناه ان الجيش المصري بقوته وبمكانته وبقدرته وبكفاءته هدفه حاجة واحدة بس، هدفه هو حماية مصر وأمنها القومي دون تجاوز.